اعتبروني هذا أنا قاعد أتكلم معاكم. قبل كم يوم شفت مقاطع في التيك توك عن طبخات يابانية، فقلت ليش ما أسويها؟ فاليوم بنسوي طبخات التيك توك اليابانية. هذا الرايس كوكر، أول شيء بسوي الرز. غسلت الرز وحطيت معاه شوية موية، الحين بشغلها. رصيت اللحم في الصينية، طبعا هو طلع منتف شوية فإن شاء الله ما يتفكك. بحط عليه الرز. طبعا هي حطت شيء أخضر، بس أنا ما أعرف شو هذاك الشيء وما لقيته في السوبر ماركت، فما حطه، حط رز بس. ما أدري كذا كثير ولا شوية، بس بزيد يمكن شوية هنا. خلاص كذا كفاية. بعدين بحط هذه الجبنة. الحين بلفه. شكل الرز كثير، بس إن شاء الله يتلف وما يتفكك. يعني شوية مفقع، بس أهم شيء ضبط. بعدين بحط عليها دقيق. طبعا الموضوع مرة صار حفلة، بس هو حط، ما أدري إيش حط، صوص صويا ولا شيء. بحط هذا صوص للحم عليها. ما أدري شوي، خلاص كذا مرة كثير. مسبح صوص، بغطيها وخليها تستوي. صراحة يعني ما أدري شو أقول لكم. نصها اتهرس صار كبسة، وهذا النص الثاني هذا داخل التشيز. بقطعه وبشوف عاد، يعني أهم شيء الطعم مو الشكل. ولا صار حلقات زي ما هي سوته ولا شيء، بس بجربه عادي، أهم شيء الطعم زي ما قلنا. بسم الله، صراحة مرة لذيذ، والصوص بعد حلو، فعشان أنا سويته أعطيه مليون من عشرة. ثاني شيء او ثاني طبخه لقيتها في التيك توك، تحتاج بس هذول الشيئين. هذا البطاطس نفتحه ونقطع الجبنه زي في الفيديو، نقطعها شرايح. كذا بعدين نحط عليه مويه، لا نحط عليه مويه، ايوه مويه. كان مكتوب الين تبان المويه، يبان طرف المويه في العلبه. بعدين نحط عليه شويه ملح ونقفلها من دقيقتين الى ثلاث دقائق. مرت تقريبا ثلاث دقائق، فبقلبها الحين. هذا هو، بجربه الحين. ما ادري ليش احس طعمه ما حيطلع حلو، بس يلا. استغفر الله، طعمه كأنه شيبس مبلل بموية. المشكلة شفت كذا شخص يسويه، يعني مو بس شخص واحد. ما أدري كيف يأكله، استغفر الله، مرة ما عجبني، صفر من عشرة. ثالث شيء حنسويه يحتاج ميلك شيك وكريم كراميل. طبعا رحت ماك عشان أجيب من عنده ميلك شيك، بس كان مخلص فجبت من دومينوز. فبفضي نصه لأنه هذا مرة كثير، لو حطيت هذا حينكب، حفضي نصه عشان أقدر أحط هذاك عليه. هذا الميلك شيك بحط عليه الكريم كراميل. الحين بقلبه. شوفوا صار في قطع الكراميل تحت. يلا بسم الله بجربه. صراحة مرة لذيذ،
كراميل مع ميلك شيك مره لذيذ خرافي يعني. احس عادي ممكن دائما اسوي زي كذا. طبعا احنا ما عندنا تقييم، يا صفر يا عشرة، ما في ارقام ثانيه، فهذا حياخذ 10 من 10. وهذه اخر خلطه معانا اليوم، بخلط هذا الشوكليت مع هذا الايس كريم. خلينا نشوف. طبعا حاسني مرة عشان أقلب وشوف العلبة كيف تفغصت حالة حالة. المهم خلطته كذا وبجربه الحين. هذا الايس كريم لذيذ والشوكولاتة لذيذة، فإذا خلطتهم مع بعض أكيد حيطلع حلو. بس في مشكلة واحدة، إنه أصلا هذه الشوكولاتة في منها ايس كريم، فليش الفلسفة من البداية؟ افتحوا. طبعا تكسر شوية بس يلا مو مشكلة، كذا من جوه